السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الليلة عن أجمل 10 ملكات جمال مصريات. واحد، ديانا حامد، ملكة جمال مصر لعام 2019. اثنان، فرح شعبان، ملكة جمال مصر لعام 2017. ثلاثة، لارا دبانة، ملكة جمال مصر لعام 2014. أربعة، سارة الخولي، ملكة جمال مصر لعام 2011. سيارة نعوم، ملكة جمال مصر لعام 2008. ستة، هدى عبودي، ملكة جمال مصر لعام 1986. We'll be right back.
سبع زبيدة ثروت ملكة جمال مصر لعام 1957. ثمانية مريم فخر الدين ملكة جمال مصر لعام 1950. ليلى فوزي ملكة جمال مصر لعام 1940. عشرة أنتيجون كوستاندا ملكة جمال مصر لعام 1929.